السلام عليكم بداية ورحمة الله وبركاته. أدام الله علينا نعمة العلم ونعمة التحصيل والانتفاع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عقولنا محلا للفهم والتفهيم، أن يجعل ألسنتنا منطلقة للإيضاح والشرح ورفع الإشكال والإبهام، أن يجعل قلوبنا خالصة له تطلب له لا لسواه. أقول بداية، قال الإمام أبو شجاع في كتابه المسمى بغايات الاختصار، قال: وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة، وبعد الدخول فيها شيئان. انتهينا في المحاضرة السابقة من الكلام على سنن الصلاة قبل الدخول فيها، وتكلمنا على سنتين مهمتين من سنن الصلاة، الأذان والإقامة، لأن الأذان والإقامة تطلبان للصلاة، فهما سنتان على سبيل الكفاية مطلوبتان للصلاة. وبعد الدخول، والمقصود هنا من الدخول هو التلبس، يعني وبعد التلبس به الصلاة لها سنن. هذه السنن إما أن تجبر بسجود سهو، وإما ألا تجبر بسجود سهو. فإن جبرت بسجود سهو سميت أبعاض، وإن لم تجبر، يعني لم يطلب الشرع جبرها بسجود سهو، سميت هيئات. فالصلاة إما أركان وإما أبعاض وإما هيئات. وقد تكلمنا على الأركان وانتهينا منها بفضل الله تبارك وتعالى، ونحن الآن نتكلم على السنن. السنن اللي هي إيه؟ اللي هي ما يجبر تركه بسجود سهو، يعني أن الشارع طلب عند تركها سواء كان عمدا أو سهوا، طلب السجود، يبقى السجود من قبل الشارع، لأن الهيئات لا سجود فيها، ولو سجد وهو عالم بالحال بطل صلاته لأنه قد زاد على المشروع. وبعد الدخول فيها، الدخول معناه إيه؟ معناه التلبس، مش الدخول الحقيقي، لأن الدخول الحقيقي إنما يكون في الأماكن، ونحن إنما نتكلم على الأمور المعنوية. الصلاة دخول، دخلت المكان، يبقى الدخول يحتاج إلى حيز. أما المراد هنا من الدخول يعني الشروع، يعني التلبس، يعني كونك في صلاة. شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. عده هنا للأبعاد على شيئين هذا أمر فيه قصور، لأن الأبعاد قد فصلها المتأخرون تفصيلا أوسع من هذا، وقالوا بأن الأبعاد أي السنن التي تجبر بسجود سهو 20 بعض مش 2، لكن بعضهم تعامل مع العبارة حتى يمكن استيفاؤها لكل هذه 20، وقال التشهد الأول يعني وما يتبعه، والقنوت وما يتبعه، فشمل 20. ولكن شمول 20 بالنسبة لهذا الكتاب الذي وضع عليه يعني طلبة العلم المبتدئين يعني أمر يحتاج إلى كثير نظر، لا يوافق المبتدئين، لا في قصور في ذكر العبارة.
لأن السنن التي تجبر بسجود سهو 20. نعدهم مع بعض. مين اللي عدها بقى 20؟ القليوبي في حواشيه على المحل، الشيخ البافوري، الشيخ البجير، كل المتأخرون فصلوها، أيضا المتقدمون فصلوها. ولكن هو هنا ذكر، يعني يعتبر ذكر الأبعاد الأساسية اللي احنا بنقول عليها ايه؟ أركان. أركان يعني ايه؟ يعني الأشياء الأساسية في البعضية. أولا التشهد الأول، ونحن قلنا بأن تسميته بالتشهد الأول لأنه صار علما، فلا يفهم منه أنه هناك تشهد ثاني وأنه كذا وكذا إلى آخر. التشهد الأول علم على الذي يقال بعد الركعتين. التشهد الأول ليه؟ لأنه ممكن الصلاة يبقى ليها أكثر من تشهد في الوتر. التشهد الأول والمغرب كمان، المغرب ممكن أن أنت تتشهد لها 3 تشهدات فيما إذا دخلت والإمام في الثانية، هتتشهد معاه وتتشاهد مع التشهد الثاني له ويبقى الأول ليه، والتشهد الأخير ويبقى الثاني ليه، وهتقعد تتشاهد تشهد ثاني. قال التشهد الأول، ده بعض من الأبعاد بمعنى أنه لو تركه جبر بسجود سهو. والقعود له، التشهد اللي هو النصف الأول، التحيات لله والصلوات الطيبات إلى أن يقف عند الصلاة، هذا هو التشهد الأول، علم على هذا، وهو من قبيل تسمية الكل باسم البعض. القعود للتشهد الأول أيضا بعضا من الأبعاد، فلو لم يقعد له أيضا يسن يعني أن يسجد فيه للسهو. طب وسورة انفراده فين؟ فيما إذا لم يكن قادرا ولم يحسن قراءة التشهد الأول. الشرع يقول له اجلس بمقدار التشهد، يعني لسانه لا يطاوعه على أن يأتي بالتشهد الأول. الشرع يقول له إيه؟ يقول له اجلس بمقدار ذلك التشهد. هب أنه لم يجلس وقام عمدا متعمدا أو نسيا، فإنه يسجد في آخر صلاته للحوق يعني الخلل بها بسبب تركه لذلك البعض. يبقى التشهد الأول والقعود له والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد الأول. يبقى التشهد الأول والصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وإياك أن تترك السيادة، فترك السيادة قلة أدب. خد بالك الأدب مقدم على إيه؟ على الاتباع. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، أي بعد التشهد الأول. والقعود لها، يبقى كده 4. كيف ينفرد القعود؟ إذا لم يكن محسنا للصلاة على النبي فإنه يجلس بمقدارها. خليك كده يعني قس الأمور، ضرب ذهنك، ما تجعلش حاف دماغك ديت يعني بمعزل عن النشاط والتجربة والتفكير، وإلا أنت الخسران. 5. الصلاة على الآلي بعد الأخير. الصلاة على آلي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام. بتقول إيه بقى؟ بعد الصلاة على سيدنا محمد تذكر الصلاة على آل سيدنا محمد، تركتها في التشهد الذي يعقبه السلام.
عليك أن تسجد للسهم. والقعود لها والقعود لي الصلاة على الآن يبقى كده كام؟ ستة. والقنوط والقيام لها ستة وسبعة. القنوط في الركعة الثانية بعد ركوعها في صلاة الصبح، لأن بعض من الأبعاد لم تأتي به وتركته عمدا أو سهوا واشتغلت بغيره، عليك في نهاية صلاتك وقبل أن تسلم أن تسجد للسهو. يبقى القنوط والقيام للقنوط. طب وما هو صورة انفراد القيام؟ ها، إذا لم يحسن أن يأتي بالقنوط. والقنوط ده مشتمل على حاجتين، على شيئين. الشيء الأول الدعاء، الشيء الثاني الثناء. بقى القنوط هنيجي لسه نتكلم على القنوط. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، أي بعد القنوط. يبقى ده رقم تسعة اللي بالك. والقيام لها يعني القيام للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة على الآن فيها، ما تسيبش كده قنوتك بدون أن تصلي على آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن النبي يقول لك إيه؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ومن ضمن التمسك أن لا تترك ذكرهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والقيام للصلاة على الآن رقم 12. والصلاة على الصحب، تعقبها بالصلاة على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقيام لها أي للصلاة على الآن على الأصحاب، يبقى ده 14. والسلام على النبي أيضا فيها. والقيام لها أي للصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، ده 16. 17 السلام على الآن والقيام للسلام على الآن، يبقى 18. 19 السلام على الصحب والقيام للسلام على الصحب، يبقى كده كام؟ 20 بعض. طيب يا مشايخ، انتهينا من الأبعاد. يقول لك فيها شيئان: التشهد الأول والقنوط في الصبح. القنوط في الصبح يعني بعد الركعة، بعد الركوع الثاني في صلاة الصبح. طيب هنا في شيء دقيق نريد أن نذكره، هو إيه؟ هو ما هي صورة السجود لترك الصلاة على الآل؟ ما هو أنت بتقولها تسجد قبل السلام، ما طالما أنا ما سلمتش أستطيع أن أنا آتي بالصلاة على الآل، فما هي الصورة التي يسجد فيها للسهو إذا تركت الصلاة على الآل؟ قالوا: فيما إذا تركها إمامه، يعني إمامه هو بيقول التشهد بصوت مرتفع وهو ودنه سمعة، فرصد أن إمامه لم يأتي بالصلاة على الآل، فتطرق الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم، وشرع للمأموم حينئذ
أن يسجد بعد سلام الإمام للسهو. فهذا هو التصوير الذي يشرع فيه السجود إذا ترك الصلاة على الآل، لأنه إذا تركها الإمام تطرق الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم، وإذا تطرق الخلل إلى صلاة المأموم شرع حينئذ سجود السهو جبرا لما وقع في الصلاة من خلل. فهمنا مشايخ؟ ممتاز. أو إن إمامه بعد ما صلى، ما هو كان إمامه بيقول بصوت مرتفع، يقول التشهد بصوت مرتفع، أو بعد ما صلى إمامه كان بيقوله بصوت منخفض، أخبره الإمام، هو لسه ما يعني الإمام سلم والمأموم لسه ما سلمش، فأخبره وقال أيها المأموم لقد تركت الصلاة على الآل. يبقى تحول الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة، أو صار بلاش تحول، لأن التحول هيفهم منها إيه؟ انه انتقل بذاته ولم يوجد في صلاتي، لا صار يعني ايه؟ يعني الخلل في صلاة الامام وصلاة المأموم. ولو الامام ترك السجود يشرع للمأموم ان يأتي به. حتى قال علماؤنا لو صلى شافعي خلف حنفي والحنفي لا يقنط، قالوا يشرع ويسن للمأموم أن يسجد للسهو حتى وإن أمكنه أن يأتي بالقنوت في هذه الحالة، لأنه ممكن الإمام يطيل في السجود فهو يتأخر قليلا ليأتي بالقنوت، حتى وإن أتى به فإنه حينئذ يسجد للسهو لأنه قد تطرق الخلل إلى صلاته. لماذا؟ لأن الخلل رئيسي في صلاة الإمام، إذا وقع الخلل في صلاة الإمام تطرق إلى صلاة المأموم شاء المأموم أو أبى، حتى وإن أتى المأموم بما قصر فيه الإمام ولم يأتي به، لأن الإمام ده عبارة عن متبوع، وإذا وقع الخلل في المتبوع ينصرف إلى التابع، يسري إلى التابع. طيب حلو، يبقى التشهد الأول، يبقى دي أول شيء بعد ما ذكرنا التفصيل، التشهد الأول. والمطلوب في التشهد الأول ما يطلب في التشهد الأخير، ولا يندب بعده على الآل، يعني يأتي بالتشهد الأول، والتشهد الأول معروف نهايته بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بس تقف عند هذا، ثم بعد ذلك تأتي بالصلاة على سيدنا رسول الله فقط، ولا يسن لك أن تأتي بالصلاة على الآل في التشهد الأول، ولو فعلت لوقعت في مكروه، لأن التشهد الأول مبني على التخفيف كما قال علماؤنا. سيدنا رسول الله كان إذا تشهد التشهد الأول جلس كما يجلس الإنسان على الرضف، الرضف اللي هو الحجارة الايه؟ الحجارة الساخنة جدا، عارف لو احد جالس على نار هيعمل ايه؟ هيسرع، يبقى كان بيسرع. طب هب ان هو سائل يسأل ويقول هب ان امامي كان بطيء القراءة فاتى بتشهد بصورة بطيئة، انتهيت أنا من التشهد والصلاة على سيدنا رسول الله وبقي عندي وقت، أسكت أم أصلي على الآل؟ قلنا له لا أصلي على الآل. فهمت؟ والقنوت في الصبح، القنوت يا مشايخ في الصبح محله بعد الاعتدال من الركعة الثانية، بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، إذا أتى بهذا شرع له القنوت. والقنوت لغة هو الدعاء، واختلف علماؤنا في ذلك، هل القنوت
الدعاء مطلقا بخير أو شر، أم أن القنوت هو الدعاء بخير؟ قولان لعلمائنا. وشرعا عبارة عن ذكر مخصوص مشتمل على دعاء وثناء. انتبه، يبقى القنوت مشتمل على ايه؟ دعاء وثناء. الله، على دعاء وثناء، يعني اللهم ارحمني يا رحيم، ده قنوت اشتمل على الامرين معا، دعاء اللهم ارحمني، ثناء يا رحيم، اللهم اكرمني يا كريم، دعاء وثناء. حتى وان قصد اكرمني، يعني اكرمني بكيلو كفته وكباب او اكرمني بالجنه، انتوا عارفين الكفته والكباب عندكم في ماليزيا؟ كفته وكباب، بس انتوا هتلاقي الخرفان عندكم صغيره هكذا، ما عندنا خرفان كالجمال. طيب، يكره إطالة، يعني مما يذكر في هذا أنه يكره إطالة القنوت كالتشهد الأول، يعني إذا قنت سن له أن يخفف في قنوته. يستحب له الجمع بين قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقنوت عمر، وهذا حيث كان منفردا أو خلفه يعني مأمومون يرضون بالتطويل، لأن القنوتين، لأن القنوتين طويلان. لكن إذا كان هو منفرد يستحب له أن يأتي بالقنوتين، قنوت سيدنا رسول الله وقنوت سيدنا عمر. إذا كان إماما وخلفه مأمومون راضون بالتطويل، أما بقى حضرتك خلفك ناس كبار وعواجيز ولا يرضون بالتطويل، يبقى تقتصر على هذين الأمرين، الدعاء والثناء. اللهم ارفع البلاء يا رب السماء، الله أكبر، خلصت. ارفع البلاء يا رب السماء، بس خلصت كده. ولازم يسجع؟ لا، مش لازم يسجع، ده أنا بعمل كده بس عشان أظهر إمكانياتي اللغوية. وذلك طيب، ويسن أن يرفع يده في القنوت ويجعل بطنهما للسماء إذا كان طالبا لنزول شيء. اللهم أنزل علينا مائدة من السماء يا رافع البلاء، أنزل علينا، يا رافع البلاء، حلو. يبقى إذا كان طالبا لنزول شيء يجعل بطن يده مقابلة للسماء، لأن هكذا للطلب. ارفع الضر يا كريم، يجعل ظهر كفيه هكذا للسماء، لأن دي بتعمل كده اهو، تأخذ وهذه تدفع. في موافقة، علماءنا كان عندهم فهم كبير. طيب، هل يسن أن أمسح بعد القنوت وجهي؟ العز بن عبد السلام بيقول إن دي بدعة داخل الصلاة، لأنه لم يرد عن سيدنا رسول الله ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من التابعين أنه فعل ذلك، ولأن فيها حركة، وفيها حركة كثيرة، فينبغي أن يتركها، ولأنه لو كانت مسنونة لكانت نقلت، حيث إن الصحابة نقلوا كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. طيب، خارج الصلاة، قال يسن بعد الدعاء أن يمسح وجهه ولا يسن أن يمسح بها صدره، لحديث ضعيف ورد في هذا يجوز العمل به في فضائل الأعمال. قال بعد ذلك، وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، يعني القنوت ليس مطلوبا في كل وتر،
بل هو مطلوب في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، يعني ليلة 15 رمضان يستحب لك أن تقنط، ولو تركت القنوط في ذلك فإنه يسن لك أن تسجد للسهو، لأنه بعض. أين محله؟ محله في اعتدال الركعة الأخيرة من القنوط. هتصلي الوتر 3 ركعات هتقنط في الركعة الأخيرة بعد الركوع وبعد الاعتدال وبعد أن تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. هتصلي 9 ركعات يبقى في الركعة 9، 11 ركعة يبقى في الركعة 11، 5 ركعات في 5 وهكذا. طب وما هو صورة القنوط في شهر رمضان في النصف الثاني؟ صورة القنوط كما هي صورة القنوط في صلاة الصبح، في لفظه وفي محله وفيما يطلب منه. طيب هذه سنة انتهينا منها في شهر رمضان. لو ترك القنوط في النصف الأخير من رمضان سجد للسهو، هذه قلناها. ولو فعله في النصف الأخير في غير النصف الأخير قالوا أيضا سجد للسهو. يعني عمله في ما هي كده، عمله في غير النصف الأخير من رمضان يسجد للسهو، تركه في النصف الأخير من رمضان يسجد للسهو. ولو شرع في كلمات القنوت المعروفة، هب إن هو شرع في قنوت سيدنا رسول الله، قالوا إذا شرع فيه تعين، خذ هذه مهمة جدا، إذا شرع في قنوت ورد تعين عليه أن يأتي به إلى آخره. شرع في قنوت سيدنا رسول الله تعين عليه قنوت سيدنا رسول الله، ينبغي عليه أن يأتي به إلى آخره. لو لم يأتي به عليه أن يسجد للسهو. شرع في قنوت سيدنا عمر عليه أن يأتي به إلى آخره، لو ترك عليه أن يسجد للسهو. لو قنت بآية تشتمل على دعاء وثناء وقصد بها القنوت حصل القنوت. قرأ آية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آية اشتملت على إيه؟ اشتملت على دعاء وعلى ثناء. الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم آمين. دعاءه ودعاء من أرفع وأرقى الأدعية، دعاء فيه شيء عظيم من التربية. أولا ربنا اغفر لنا، وسع اغفر لنا يعني ليه؟ يعني لكل المسلمين. ولإخواننا أعاد أيضا، وهذا نوع من أنواع حفظ الجميل، أن تدعو لعامة الناس وأنت منهم وأن تدعو لإخوانك وأصدقائك الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا شيء عالي جدا، أن ينام الإنسان وليس في قلبه حقد ولا غل ولا حسد من أحد. إنك رؤوف رحيم، لكن ينبغي أن يأتي بهذه الآية مع قصد القنوت. طب افرض انه ما قصدش بها القنوت، يبقى لا تحسب لأنها تحسب قرآنا. أما إذا قصد بها القنوت فالقصد يصرفها إلى القنوت.
طيب الأفضل القنوط بما ورد، هل الأفضل أن أنا أقنط بقنوط سيدنا رسول الله وسيدنا عمر وحكي أيضا عن ابن عمر، أم أن أنا يعني أقول آية يعني دعاء وثناء كده وخلص؟ ألا الأفضل أن تقنط بما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهيئاتها 15، وهيئاتها 15 خصلة، هذا شروع منه في الشق الثالث من ما يتعلق بالصلاة، لأننا قلنا بأن الصلاة إما أن تكون ركنا، إما أن تشتمل على ركن أو تشتمل على بعض أو تشتمل على هيئة. تكلمنا على الأركان 18، وتكلمنا على الأبعاد، وقلنا بأنها 20، وهنا نتكلم على الهيئات، جمع هيئة، وهي سنة لا يجبر تركها بسجود سهو، سنة لا يجبر تركها بسجود سهو. وعدها الإمام هنا 15 هيئة باعتبار ما ذكره هنا، لكنها تزيد على ذلك. القليوبي ذكر أنها 44، 44 سنة مطلوبة للصلاة، وبعضهم ذاك أوصلها إلى 100 وهكذا، لكن اللي ذكرها هنا 15، ولكن 15 هنا ليست على سبيل الحصر وأنه ليس هناك غيرها، بل بحسب ما ذكره الإمام أبو شجاع هي 15. قال وهيئاتها أي الصلاة، سواء كانت الصلاة يعني مفروضة أو الصلاة مسنونة، فالهيئات مطلوبة لكل من الصلاة المفروضة ولكل من الصلاة المسنونة. 15 خصلة، والهيئة في اللغة بمعنى الصفة والحالة التي يكون عليها الشخص، كالبياض القائم بالجسم، حالة الجسم ايه؟ أبيض. حالة الجسم ايه؟ أسود. السواد ده حالة عليها الجسم، البياض حالة عليها الجسم اللي هي الهيئة، هيئة الجسم هكذا. وفي الاصطلاح السنة التي لا يجبر تركها بسجود سهو، فلو سجد لذلك يعني هاب ان هو عندنا معاشر الشافعية السورة بعد الفاتحة هيئة وسنة، فلو ترك السورة التي بعد الفاتحة التي هي هيئة وسنة وسجد لها للسهو بطلت صلاته إذا كان عامدا عالما. ولكن انتبه، الملكية بيقولوا لا يسجد للسهو فيه، الشافعية يقولون لو سجد فيها وهو عالم بطلت صلاته إذا كان متشفعا. خصلة يعني حالة، سواء كانت فضيلة أو رذيلة، يبقى الخصلة هي عبارة عن حالة عليها الشيء، سواء كانت هذه الحالة حالة حسنة أو حالة يعني قبيحة. أول هذه الهيئات قال رفع اليدين عند التكبير، أي عند تكبيرة الإحرام هكذا، الله أكبر. يرفع إزاي؟ بسيبك من هنا، إبهامه يكون تحت شحمتي الأذن، إبهام المصلي
يكونان تحت شحمتي الأذن، وأطراف السبابة تلاقي أعالي الأذن، وبطن الرحى يقابل الكتف هكذا. بعض الناس يعمل كده. ايه ده تعمل ايه؟ هو انت هتصلي صلاة اندونيسية؟ ده الراجل صلى 20 ركعة واسرع من البرق، ده اسمها صلاة يعني اسرع من الصوت والضوء. فهكذا كده اهو. يبقى ايه؟ الابهام تحت شحمتي الاذن، والسبابة تساوي اعلى الاذن، وبطن الرحى يقابل الكتف. هذه هي الهيئة التي نص عليها علماؤنا. رفع اليدين بحيث تحاذي أطراف أصابعهما أعالي أذنيه. أطراف مين؟ أطراف السبابة أهي، لأن خلي بالك الوسطى هيبقى أعلى من أعالي الأذن، فيقصد هنا من الأصابع السبابة أو المسبحة. وإبهاماه شحمتي أذنيه كما شرحت لكم، وراحتاه تحازي من كبيه. أهو الراحة أهي، خد خط مستقيم هيبقى ما بين الكتف وما بين الراحة مساواة. ويسن مع هذا، انتبه، ويسن مع هذا أن تكون اليدين مكشوفتين، تلبس جوانتي، لا تضع شيء على يدك، منشورتين، مش كده كده، مفرقتين تفريقا وسطا، مش كده اهو، ولا كده اهو، كده اهو، مفرقتين تفريقا وسطا، لا تضمها ولا يعني تفرق بينها تفريجا فاحشا، لكن تفريجا وسطا، لأن خير الأمور أوساطها، كده اهو، ولا إنك أنت ما تنشرهاش، تبقى كده اهو، كده اهو، وهكذا. يبقى السنة كده اهو، أي مفرجة تفريجا وسطا، و الإبهام يلاقي شحمته الأذن، وأعالي السبابتين يلاقي أعالي الأذن، وراحتي الكف تلاقي وتوازي وتساوي الكتفين. طيب هذه هي السنة. اللي بيعمل غير كده بقى يعدل من نفسه. طيب الورقة اللي بعدها فين هي؟ كل ده بس عشان ما ننساش، كل ده عشان ما ننساش. وكل هذا يكون متجها إلى القبلة، وبطن كفيه إلى القبلة. ما تعملهمش كده، لأن كده مش هقل. خلينا القبلة هي أمامي، يبقى تخليها كده اهو، أهي أهي مقابلة للقبلة. ما تعملش كده ولا تعمل كده ولا كده، عايزينها تقابل القبلة. وتميل أطراف الأصابع قليلا كده اهو، تميلها قليلا، ما تعملهاش كده، ما تميلها قليلا، وسط قليلا يعني مش وسطا. طب التكبير ايه علاقة بقى التكبير مع الرفع؟ لأن مهم التكبير ده، ينبغي أن تكون بداية التكبير
مع بداية الرفع. الله أكبر، وتكون النهاية مع النهاية حتى تكون الحركة من أولها إلى آخرها مع التكبير من أوله إلى آخره. ولذلك قال أئمتنا وعلماؤنا يبتدئ رفع اليدين مع ابتداء التكبير، وينتهي رفع اليدين مع انتهاء التكبير. فابتداء الرفع مع ابتداء التكبير الله أكبر، وانتهاء الرفع مع انتهاء التكبير. انتهيت من التكبير، انتهي من الرفع. يبتدئ رفع اليدين مع ابتداء التكبير وينهيه، يعني ينهي التكبير مع انتهاء الرفع. فابتداؤهما، مش الوضع بقى، احنا بنتكلم على الرفع، هتبدأ الرفع مع ابتداء التكبير وينتهي الرفع، واليد هكذا ثابتة في موضعها مع انتهاء التكبير، ثم بعد ذلك تنزل بيدك. ويكره الاقتصار على رفع يد واحدة، ما تعملش كده وسايبة التانية كده وإن لم تكن بها علة. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والصبي والكبير والصغير، فالسنة كائنة في حق الجميع. يبقى مع الكل. ويكبر كذلك عند وعند الركوع. احنا بنتكلم على رفع اليدين، معاشر الشافعية، وعند الركوع أي عند الركوع يرفع يده عند الهوي للركوع. الهوي يعني أنا هنزل أهو، هنزل للركوع، ارفع ايدك. يكون ابتداء رفع اليد مع ابتداء الهوي للركوع والتكبير معا. يبقى في ثلاث حاجات، ثلاثة أشياء متقارنة: ابتداء الهوي، ابتداء التكبير، ابتداء رفع اليد. يبتدئ مع ابتداء التكبير عند ابتداء الهوي للركوع، ويمد التكبير يعني يطوله الله أكبر بعد الرفع، ويظل ممدا للتكبير حتى ينتهي من الهوي للركوع. فهمنا؟ يبقى يرفع يديه عند الهوي للركوع، يبتدئ الرفع مع ابتداء الركوع عند ابتداء الهوي. يبقى الثلاثة مع بعض: ابتداء ركوع مع ابتداء رفع يد مع ابتداء تكبير، ويمد صوته حتى ينتهي من الهوي، يعني حتى يصير في هيئة الركوع الكامل. وعند الركوع بعدها ايه؟ وعند الركوع، لا بعدها وعند الرفع منه، والرفع منه، وكذا عند، يعني عند الرفع من الركوع اول ما يقول الله اكبر مع ارادته للقيام يرفع ايده بالتكبير، ويظل ممدا للتكبير حتى يستقيم عوده كما كان قبل ذلك مع رفع الايه؟ اليدين، ويكون ذلك عند بداية القيام من الركوع. هناك موضع آخر لم ينبه على أنه يستحب أن يرفع يديه فيه مكبرا، وهو عند القيام من التشهد الأول. أول ما يقوم من التشهد الأول يبتدئ الرفع وينتهي منه حتى يعني
يستقل أي يستقر قائما، ويبتدئ التكبير مع بداية النهوض وينتهي من التكبير مع يعني حصوله مستقيما كما كان في بداية الأمر. طب وعند الرفع من جلسة الاستراحة هل يرفع يديه أم لا؟ لا يرفع يديه لأنه لم يرد. طب لو صلى من قعود، لو صلى من قعود أيضا يرفع يده، استحب له الرفع من التشهد الأول ويكره تركه في محله، يعني يكره ترك رفع اليدين في المواطن التي استحب فيها الشارع رفع اليدين، ويكره جعله في المواطن التي لم يرد فيها الشرع، وهو بيسجد الله أكبر يرفع إيديه، وهو قائم من السجود يرفع، كل ذلك مكروه. ووضع اليمين على الشمال، يبقى خلصنا مع من قوله مع الرفع منه والرفع منه، دي خلصنا منها. قال ووضع اليمين على الشمال، يعني ايه بقى وضع اليمين على الشمال؟ يعني وضع بطن كف اليمين على ظهر الشمال كده. فين بقى كمان اليسار؟ كده كأنه ماسك قلب، ها تحت الصدر يخليها كده، ها هكذا قال علماؤنا. ما يعملها ليش كده اهو، او يعملها كده اهو، لا راينا هذا، وفي بعض الناس يعملها كده اهو. ايه ده ما كاش الشافعيه ما قالوش كده، لو انت عايز تبقى شافعي كن على هذا. وكيفيه ذلك ان يقبض، انتبه، بيمين، اهي دي ايه، يمين ولا شمال؟ دي يمين. ان يقبض بيمين كوع يسار، الكوع اهو اهو، هقبض بيمين كوع اليسار، كوع اليسار وبعض ساعدها اهو، الساعد اهو والكوع اهو، كوع يلي الإبهامة اهو كده اهو، كأن قبض عليه ماسك عليه. وهذه هي الكيفية المعتمد، ويجعلها تحت صدره عند قلبه كأنه ماسك على قلبه. هي كده حاجة جميلة خالص. ولا بأس بإرسال اليدين، سيدنا الإمام الشافعي يقول لك كده لا بأس أن يرسل يديه، يعني يحطهم جنبه كده اهو. ولكن إذا لم يكن خائفا من العبس، ما هو لو حط إيده جنبه هنا كده ممكن إن هو يكرش يعبس بيه، يا أول ما حطت إيده كده جنبه يمسك إيده كده يعمل كده وهكذا يعبس بها. ويكونان تحت الصدر، اهو الصدر هنا اهو، وفوق سرته، السره اهي، مائلا الى جهتي اليسار كانه ماسك على قلبه كده، مائلا يعني مش في جهتي اليسار كده، لا هي بص الوسط اهو، ولكن كانه مائل جهتي اليسار، الجهه اللي فيها القلب، كانه ماسك على قلبه. فهمنا؟ حلو. لا مش كده، اهي كده اهو، قابض كده اهو وحاططها تحت صدره كده اهو، مائلا الى اليسار كأنه ماسك قلبه. ليه؟ لانه يريد ان يتذكر ان هذا القلب بيد الله، وانه يعني في نوع من ايقاظ القلب للتوحيد، للعبادة، للذكر، للقيام بين يدي الله. قال بعد ذلك والتوجه، التوجه يقصد به هنا ايه؟ يعني دعاء الاستفتاح، لكن التوجه في الحقيقة مستعمل في استقبال القبلة، لكنه هنا استعمله في دعاء لافتتاح مجازا.
ودعاء الاستفتاح دعاء الافتتاح، وبعضهم يقول لك دعاء الاستفتاح، الاثنين واحد، لان السين والتاء كما تدخل للطلب تاتي للصيروره. ودعاء الافتتاح مستحب في كل صلاه فرض ونفل، سواء كان المصلي منفردا او كان اماما او كان ماموما. وذكر علماءنا للاستحباب دعاء الافتتاح خمسة شروط ذكرها الشيخ الخطيب ونقلها الشيخ الباجوري في حاشيته. بس الشيخ الباجوري جايبها منين؟ من مغني المحتاج، من مغني المحتاج. أن يكون في صلاة ليست بجنازة، يعني يسن أن يأتي بها في كل صلاة إلا صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف حتى يدرك الإنسان دفن الميت والدعاء له، وأن لا يخاف فوت وقت الأداء. يعني هب إنه بينه وبين آخر الوقت أقل من تكبيرة، أقل من ركعة، أقل من ركعة، لأن الأداء يدرك بإيه؟ بإدراك ركعة في الوقت. هذا هو الراجح عند علمائنا الشافعية، أن الأداء يدرك بإيقاع ركعة في الوقت. فلو أدرك ركعة في الوقت كانت الصلاة أداء. هب إن الوقت اللي أمامه لا يسع، إذا قرأ دعاء الافتتاح لا يسع إيقاع الركعة في الوقت، يبقى لا يأتي بدعاء الافتتاح، ولو أتى به فهو غير مسنون لا ثواب عليه. وألا يدرك الإمام في غير القيام، دخلت لقيت الإمام راكع الله أكبر واركع معاه، مش أقول الله أكبر وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيف وأركع معاه، هذا غير مستحب، أدركته في الركوع وما بعده لا. دخلت والإمام بيقرأ التشهد برضك ما تقولهاش، لأنه غير مطلوب في إدراكك للإمام في غير القيام، وهناك بعض استثناءات. ألا يشرع في القعود أو القراءة، هب إن هو قال الله أكبر وشرع في قراءة الفاتحة فات دعاء الافتتاح، أو دخل لقى الإمام بيقرأ التشهد قعد مع الإمام وقرأ التشهد فات دعاء الافتتاح. انتهينا من دعاء الافتتاح يا اخوانا. وصح في دعاء الافتتاح احاديث كثيرة ستجدونها عندكم في المطولات من فقه الامام الشافعي، هتلو عندكم في مغني المحتاج، هتلو عندكم في المجموع وهكذا. طيب السنة اللي بعد كده الاستعاذة، والاستعاذة سنة في كل ركعة، حيث يبتدئ في كل ركعة بالقراءة، لأن الاستعاذة إنما شرعت لقراءة القرآن، فتكون سنة مع أول كل أو في أول كل ركعة، لأن أول كل ركعة أقرأ فيها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يبقى في كل ركعة، الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة في صلاة المغرب، يأتي في كل ركعة من الركعات بداية بالاستعاذة. الاستعاذة يعني طلب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وأن يجيرنا من كل ذي شر. وتفوت بالشروع في القراءة ولو سهوا،
يبقى افرض ان هو قرأ وبدأ سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سواء كان جهرا أو سهوا فاتت الاستعاذة لفوات محلها، لأنها إنما كانت للقراءة وقد شرع في المقصود. وسن الإصرار بها ولو في صلاة جهرية، يبقى يسر بها بحيث يسمع نفسه، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. ولو كان خارج الصلاة هيأتي بها مطلقا للقراءة فعلى سنن الصلاة. طيب، يعني هم بيقولوا ملخص هذا انه لو استعاذ خارج الصلاة بينظر الى القراءة، هتقرأ سرا ولا جهرا؟ قرأت جهرا يستحب لك ان تأتي بالاستعاذة جهرا، قرأت سرا يستحب لك أن تأتي بالاستعاذة سرا. أما في الصلاة فإنك تسر فيها سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت الصلاة سرية. طب وشروط الاستعاذة إيه؟ هي نفس شروط الافتتاح الخمسة التي سبق الكلام عليها، غير أن الاستعاذة تسن في صلاة الجنازة بخلاف افتتاح الصلاة. طب لو عجز الإنسان عن قراءة القرآن وأتى بذكر، أتى بذكر، هل يستعيذ أو لا يستعيذ؟ في خلاف عندنا في المذهب الشافعي، بعضهم قال لا يستعيذ لأنه لم يقرأ القرآن، وربنا بيقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو لم يقرأ القرآن. والمعتمد عند المتأخرين أنه إذا أتى بذكر مكان الفاتحة سن له أن يستعيذ، لأن الذكر اللي أنت أتيت به ده بدل عن الفاتحة، وأنت لم تأتي به ابتداء إلا للعجز، ولو كنت قادرا لأتيت به. طب هنا في فائدة ذكرها علماؤنا وقالوا السكتات المستحبة عدة أشياء، التوجه بين التوجه والاستعاذة، قالوا يستحب بين التوجه والاستعاذة أن يسكت، يعني لا يجهر، فإذا إن هو قرأ التوجه اللي هو دعاء للافتتاح استحب له أن يسكت قليلا ثم بعد ذلك يتعوذ. وبين التعوذ والبسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبين الفاتحة وآمين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يسكت بين التعوذ وبين بين الفاتحة وبين الأمين، وبين السورة وتكبيرة الركوع، يعني لا يصل السورة بتكبيرة الركوع بل يسكت قليلا بقدر سبحان الله، وبين التحرم والتوجه، الله أكبر، ويبدأ يقول دعاء الافتتاح. يبقى كم حالة؟ ست حالات، كلها بقدر سبحان الله إلا التي بين آمين وبين السورة، في واحدة ما بين آمين وبين إيه؟ السورة، يبقوا ست. هذه تكون بقدر قراءة الفاتحة للمأموم. طب والاستعاذة؟ قالوا الاستعاذة تحصل بكل لفظ يشتمل على الاستعاذة، فلو قال أعوذ بالله خلاص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حصل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حصل، ولكن الأفضل
أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه هو الذي ورد في القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ولفظ بقى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ده ورد في سنن النسائي، والجهر في موضعه. طيب بعد ذلك قال والجهر في موضعه، يعني الجهر في موضع الجهر، والإصرار في موضع الإصرار، والجهر يعني ويستحب الجهر في موضعه والإصرار في موضعه، يعني يستحب أن يجهر كل من الإمام والمنفرد بالقراءة، أما المأموم ما بيجهرش. طب إيش هو الجهر؟ قالوا الجهر هو الزيادة على إسماع نفسك بحيث يسمعك من بجوارك، تقرأ بصوت مرتفع تسمع أنت ويسمع من بجوارك. والإصرار هو أن تقرأ بحيث تسمع نفسك فقط. المأموم يسن له أن يسر بقراءته. تجهر المرأة والخنثى حيث لم يكن هناك من يسمع من أجنبي. علماءنا بيقولوا كده، ما تقوليش بأصل إحنا مجتمع ذكوري وإحنا مجتمع مش عارف. سيبك بقى من الكلام ده، الكلام ده ما يتقلناش، لأننا نتكلم عن أحكام شرعية ورد بها الشرع، مش حاصلة بسبب طابع نفسي لدى المرأة. يعني إحنا ما عندناش انطباع معين من المرأة، فمن أجل ذلك كانت الأحكام موافقة لذلك الطبع النفسي، ما حصلش. دي أحكام شرعية. وأما المرأة لا، المرأة لها حقوقها ولها احترامها في المجتمع المسلم وإلى آخره. أما من أراد التفلت باسم المجتمع الذكوري وحق المرأة فهذا إنسان يريد أن يتفلت من دين الله سبحانه وتعالى، وسوف تكثر هذه الدعاوى في الفترة القادمة. وحيث وجد الأجنبي صلى بتصلي وبجوارها أجنبي لا تجهر وإنما تسر، وسن إصرار الأنثى حيث وجد خنثى. افرض ان هي بتصلي الانثى وبجوارها خنثى، متردد بين ان يكون ذكرا وبين ان يكون انثى، فالسنه في حقها الاصرار لاحتمال ان يكون ذكرا احتياطا. وكذلك خنثى يصلي بجوار خنثى ايضا يسر لاحتمال ان يكون المصلي انثى والذي بجواره ذكر. علماءنا القضية كلها كانت من أجل التدريب والنشاط الذهني وتطبيق الاجتهاد والضربة والمران العلمي. ولو أصر في موضع الجهر كره، أصلي العشاء والمغرب مسر مكروه، وأصلي الظهر والعصر جهرا مكروه لأنه خلاف السنة. وعلماؤنا في المطولات ذكروا مواطن الجهر، منها صلاة الاستسقاء، صلاة خسوف القمر، صلاة التراويح، وتر رمضان، ركعة الطواف إذا صليت بالليل، ومنها وقت صلاة الصبح إذا صليت ركعة الطواف ليلا أو صليت في وقت صلاة الصبح، فإن صلاها بعد الشروق إلى المغرب فإنه يسر. وصلاة الصبح كذلك يجهر فيها كما ورد، وكذلك صلاة العشاء وصلاة المغرب جهرية، وصلاة الجمعة جهرية، وصلاة العيد جهرية، بس كده، وما سواها سرية. طب وصلاة بقى
القضاء؟ قالوا القضاء يحاك، القضاء يكون باعتبار الوقت، وفي خلاف. القضاء باعتبار الوقت، يعني لو أنا هقضي صلاة العصر والظهر في وقت المغرب أو العشاء هاجهر، ولو هقضي المغرب والعشاء في وقت الصبح في وقت الظهر هسر، لأن العبرة، احفظ، العبرة بوقت القضاء لا بوقت الأداء. العبرة بوقت القضاء لا بوقت الأداء. وضربنا لذلك مثالا بقضاء صلاة الصبح في وقت الظهر أو في وقت العصر، أجهر أم أسر؟ لا، سر، لأن هذا الوقت وقت إصرار. قضيت صلاة الظهر والعصر في وقت المغرب والعشاء، اجهر، لأن العبرة بوقت القضاء لا بوقت الأداء. طب صلاة العيد، صلاة العيد هي صلاة جهرية، صليتها في وقتها أنت تجهر، صليتها في غير وقتها بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر تجهر أم تسر؟ فيها خلاف، الراجح أنه يجهر. لماذا؟ قالوا لأنها خالفت أصلها، هي كان أصلها أن تصلى جهرا لأن سرا، لأن هذا الوقت وقت إصرار، لكن الشارع جاء وأخرجها عن مثيلاتها وجعل السنة فيها أن تصلى جهرا، فإذا خالفت أصلها فإنه حينئذ يعتبر فيها الأداء لا القضاء، وهذه على خلاف القاعدة، احفظها ولا تقس عليها. والتأمين بأن يقول آمين. طيب، تقول أمن الرجل إذا قال آمين، وآمين فيها لغات، مد الهمزة وتخفيف الميم مع الإمالة وعدمها، آمين آمين، خففنا إيه الميم، ما قلناش آمين، قلنا آمين، مد الهمزة، لأن أصل أمين أمين، همزتان سكنت إحداهما فتحركت الساكنة بجنس حركة ما قبلها، كان أصلها أمين، الساكنة هذه حولناها الحرف مد، زي آدم أقدم آدم، الآخرة أخرة، هكذا كل همزتين التقت وكانت الثانية ساكنة حركت من جنس حركة ما قبلها، ده النص كده. يبقى بتقول ايه بقى؟ آمين بالمد مع تخفيف الهمز، سواء كان مع الفتحة أو الإمالة، آمين إمالة، وبالقصر أمين أمين، مش آمين أمين، ولكن المد أفصح. ويجوز تشديد الميم مع المد والقصر، أمين أمين، لأن أمين بمعنى قاصدين، أجاز علماؤنا هذا من خلاف طويل. وأمين اسم فعل بمعنى استجب، آمين يعني اللهم استجب دعاءنا، اللي هو فيها إيه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقيل إن آمين ليست اسم فعل، وإنما هي اسم من أسماء الله والمعتمد الأول، ويؤمن عقب الفاتحة، بعد الفاتحة يسكت سكت بمقدار سبحان الله ثم يقول آمين،
عقب الفاتحة، أو عقب بدل الفاتحة إذا كان عاجزا عن الفاتحة وكان قادرا على قراءة القرآن يقول برضك آمين لأنها سنة منفردة، أو لم يستطع قراءة سبع آيات أو قراءة شيء من القرآن يقرأ سبعة أنواع من الذكر ويقول بعدها آمين على المعتمد. ويفوت بالشروع في الركوع، يعني افرض انه قرأ الفاتحة ولم يقل آمين وشرع في الركوع فات التأمين. طب سكت سكتة طويلة شوية لم يفت التأمين، ولذلك قال ولا يفوت التأمين بالسكوت وإن زاد على السكوت المطلوب، وإن زاد على السكوت المطلوب اللي هو بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة إذا كان مأموما. والتأمين سنة، سنة لمن يقرأ الفاتحة ولمن يسمعها سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. يعني لو واحد جنبك بيصلي صلاة جهرية وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين، استحب لك أن تؤمن عليه. لكن التأمين في الصلاة متأكد مطلوب زيادة، طلب طلبا زائدا في الصلاة على خارج الصلاة. ويسن أن يؤمن مع إمامه في الصلاة الجهرية، يعني أن يوافق إمامه في التأمين، لأنه في الحديث من وافق تأمينه تأمين إمامه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طب هب إن إمامه بخلاف السرية، الصلاة السرية لا يسن أن يوافق ما أنا سمع إمامي، هو منشغل بصلاتي بقراءتي وأنا منشغل بقراءتي، ولا يطلب مني أن أوافق تأمينه في الصلاة السرية، وإنما طلب مني أن أوافق تأمينه في الصلاة الجهرية. لو لم يؤمن الإمام، أمن أنت، يسن في حقك أن تؤمن أنت، أو الإمام أخر التأمين أمن أنت. ولو فاته التأمين مع الإمام، هو الإمام بعد ما قرأ الفاتحة بسرعة قال أمين، أنا لم أدرك لأن أنا كنت بقرأ الفاتحة، خلاص أمن أنت على قراءتك، ما تأمنش على قراءته. إذا فاتك التأمين مع الإمام لا تؤمن، وإنما أمن عند قراءتك للفاتحة. لو قرأ الفاتحة مع إمامه، مع الإمام، الإمام بيقرأ الفاتحة أنا بقرأ الفاتحة، خلصنا احنا الاثنين مع بعض، انتهينا من قراءة الفاتحة معا، سن لي أن أؤمن ويقوم هذا التأمين عن فاتحته وعن فاتحتي. طب أنا خلصت قبل الإمام، قرأت فاتحتي وانتهيت منها قبل أن يقرأ الإمام، أمن على فاتحتك ثم إذا انتهى الإمام أمن معه. كويس. ويجهر المصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا بالتأمين في الصلاة الجهرية ويسر بها في السرية. طيب آدي يا سيدي التأمين، يا اللي بتسأل على التأمين. طيب.